كل شيء اخي ولا مزيان، وهاد القايد اللي جا الله يعمرها دار. كل شيء اخي ولا مزيان، انت تشوف بعينك، انت شوف الحي كي ولا، كل شيء كان موسخ. كانوا الحوات يلوحوا الحسين، كانوا صحاب الجيش يلوحوا المصران هنا، البخوش، كل شيء كان، كل شيء كان خايب. تبارك الله جا هاد القايد، كل شيء تحول، كل شيء ولا مزيان اخي، كل شيء صباغ، كل شيء قاد، كل شيء حيد داك الوسخ اخي. هذا علاش جا لهنا يبغى يهضر اليوم؟ حيت تجي غير على هذا الحي هذا، فهمتي؟ كتجي غير قديم هنا، الناس يعرفوه مزيان في هذا الحي هذا، وهذا السيد هذا محترم، فهمتي؟ عنده واحد الاخلاق طيبه، واش يعرفوه الناس هنا ديال الحي مزيان، فهمتي؟ ومتدين، يعني هذا اللي خليته مكلف بهذه البلاصه هذه، راه غادي يقوم بالدور ديالو على احسن ما يمكن، فهمتي؟ غينظمها، والدراري الصغار كيحترموا، انا من راسي وجبد كنحترم هذا السيد هذا مزيان، حيت كنحسبوه بحال الوالد ديالي، وكنعرفوا بلايص اخرى ابار هذه، كنعرفوا عليه واحد الصوره مزيانه. وكنتمنى هنايا هاد البلاصه هادي يديروا لنا شي تيران فيها صراحه. عرفتي علاش؟ حيت ما عندناش تيران هنايا في هاد الحي. هاد الحي ما كاين حتى شي تيران، قال لك يديروا جرده، ولكن حنا ما بغيناش جرده. جرده عندنا حي كامل جراد، كامل كله جرادي، ولكن ما بغيناش يديروا شي جرده، بغينا هنايا شي تيران نبقاو نلعبوا كره. الشباب هنا في الاول كان الحي كان زباله. شنو اللي شي بغى يدير شي حاجه ديال المخدرات، ولا شي بغى يسكر، ولا بغى يدير شي حاجه، كيجي لهاد الحفره هادي، كانت ملوته لواحد الدرجه بزاف. هنا السكان ديال الحي كاملين كانوا تيسدوا الشراجم، كاملين مخير هنايا كاع ما كانش يحل الشراجم ديالو. علاش؟ كانت الريحه تدخل لهم الشراجم ديالهم، الدود كان هنايا في الشراجم واحد الحاله انا كنت ندوز من هنا في الصباح ديما، كنمشي للليستيه، كنمشي كنقرا، كندوز في الصباح واحد الريحه اللي نهار يدوز عندك مكفس. ودابا الحمد لله داروا هاد الصوره هادي، عجباتنا، راه لا تشوفها مع تشوف المورال ديالك يطلع، وخاصك تمعاه في ديك الصوره، الصوره مزيان شنو كتعني. وكنشكر كاع هذوك الناس اللي قاموا على هذه المبادره هذه، وكنشكر الناس ديال الحي، وكنشكر كل واحد ساهم على هذا الشيء، من القايد، من المقدم ديالنا، من كل شيء، كلهم كاع اللي ساهموا على هذه المبادره هذه، كنشكرهم بزاف. وكنتمنى يديروا لنا هنا ملعب، وحنا كشباب والدراري كاملين فاهمين على كنلعبوا كره، ولاد الكره، غادي نديروا هذا الملعب هذا، نديروا في عينينا، ما غنخليوش شي واحد يبدلوا. رشيد دالي مراد، فنان تشكيلي من مدينه سلاغ. كندير ستريت ارت، الجرافيتي. الناس ديال هذا الحي هذا عيطوا عليا بالتنسيق مع السلطات المحليه ديال هذا الحي هذا، باش نجي ندير واحد الجداريات هنا. وكيف ما كتشوفوا هذه الجداريه الاولى اللي درت، وسولتيني واحد السؤال كيفاش جات الفكره ديالها. في الاول كنت شفت هذه الصوره هذه ديال هذه الفتاه اللي هي في الباديه، ما كنتش كنعرفها، ولكن من بعد اللي منين رسمتها عاد عرفت شكون هي هذه البنت هذه. هذه البنت سميتها بسماء، كتسكن في النواحي ديال الاطلس الكبير، كتعرف الناس المعاناه ديال دوك الناس اللي في الاطلس الكبير، كيكونوا بعاد الاطفال على المدارس، وتيكونوا عايشين في القرى، وداك الشيء كنحاولوا اننا نوصلوا دوك التعابير ديال الوجه، كتشوف فيها واحد النظره ديال البراءه. وحتى الالوان اللي ديجا خدمت بهم، خدمت واحد الالوان اللي هما سامبل، الالوان اللي كيفتحوا العين، والحمد لله هادشي هذا بعدا لقى استحسان من طرف السكينه، وهذا هو الغرض من هادشي هذا. اللوحه الثانيه انا دابا خدام فيها، ما بغيت نخليها لكم زعما صراحه مفاجاه حتى الاخر ان شاء الله باش توجدوا تشوفوها. بالنسبه للوحه الثالثه باقي اصلا ما عرفش انا شنو غادي ندير، باقي يعني نكمل هذه الثانيه هذه، وان شاء الله عاد نوصلوا ديك الثالثه درجه درجه ان شاء الله. كاين ولاد الحي كلهم مزيانين، كلهم بغى يلعبوا الكره، وعندنا كل شيء كواري، كل شيء كواري، راه مشاو الدراري من المنتخب، مشاو من تابريكت، الدراري كل شيء كواري، كل شيء بغى يلعب الكره، ولكن راه ما لقاوش الملعب. هاد البلاصه هي اللي كاينه، وراجل سعد القايد قال لك راه غيكون تكون الكره هنا. ديروا لنا هنايا تيران، حنايا كشباب والدراري ديال الحي، والله الا غادي نعاونهم، وما غنخليو حتى شي حاجه اللي غادي تلوث هاد التيران هذا. هاد التيران هذا عرفتي علاش حنا باغيين؟ عندنا واحد الرغبه باش نلعبوا هنايا، تنمشيو تنخسروا فلوسنا. 5000 ريال كتخلصها باش تمشي تلعب في التيران بالطانه بزاف، كتطلع عاوتاني تل جيت الطريق ديال مكناس باش تلعب تما الكره بزاف، تنما التيران حدانا حنايا نقابلوه. ها هو هاد السيد هذا يتكلف به ويقابلوه، وحنايا نعاونوه. كاع علاش انا درتو لنا غاز وصرفتو، حنايا نتعاونوا معاكم، هاني نخلصوا ونعطيو السيد النهار، ماشي مشكل، غير ديروا لنا تيران هنايا صافي. راه الشباب وصلات ليه العظم،
بلا هنايا كان تيجي بنادم تيتكيف تيتقرقب تيدير بزاف د الحوايج، حتى الكريسات كانت تيوقع هنايا. علاش؟ حيت كانت هذه ملوشه، كون كانت نقيه ولا كانت شي جريده ولا كانت شي حاجه مزيانه راه ما غيوقعش هذا الشيء. راه الناس ديال الحي ولاو تيكرهوا ولاد الحي. علاش؟ حيت هما فهمتي هما لقاو هاد البلاصه ملوشه كيجيو تيتكيفوا فيها كذا، بنادم ما عندوش مريح هنايا خاصو يخرج يدبر على راسو، تيدبر على راسو تيجيبها معاود حومته، ماشي مع شي براني. حنا كنتمناو هنايا هاد البلاصه يديروا لنا تيران فيها وينقيوها لينا، وحنايا غادي نقوموا بالدور ديالنا، ما غاديش نخليو شي واحد اللي غايدير شي حاجه ماشي هي هذيك، لا حنا ولا الناس ديال الحي. الناس ديال الحي حتى هما قال لك يكون هذاك الشيء منظم راه ما غيكون حتى شي حاجه خايب. وكنتمنى ان شاء الله يديروا لنا تيران، حنا كنقولها ونعاودها، حيت ما عندناش تيرانات راه بزاف راه مده ما لعبنا كره. علاش؟ حيت ما عندناش تيران. هاد المبادره ديال التنميه البشريه اللي جات من التطوع ديال الساكنه وسعاده القائد المحترم ومن المقدميه ديال الحومه، وكمتطوع مع الصباغ المعلم ديالي حنايا تنخدموا، وجات هاد الفكره هادي زوينه وعجبتنا بان البيئه ديال حي الرحمه ولات زوينه. وشحال من واحد كان كيدي واحد الفكره خايبه على مدينه سلا وبالاخص حي الرحمه، كيديو عليه واحد الفكره خايبه وانها مدينه ديال الاجرام. لا بالعكس، حنا دابا كنبينوا لهم ان مدينه سلا راه مدينه عندها ناس مزيانين محترمه، حتى هي من الناس اللي القدام، وانتم تتشوفوا الاحياء كيولات نظيفه. ورا واحد الفكره ديال حي الرحمه قالوا بان الساكنه ديال حي الرحمه غادي يطرحوا على سعاده القائد المحترم بانه غادي يديروا هنايا واحد الملعب ديال القرب، وهذه فكره زوينه لياش للشباب اللي يطلع، حيت دابا تنشوفوا الشباب تيدمر. الشباب اللي يطلع اللي غادي يلقى الملعب اكيد غادي يجي تريني، غادي يجي يلعب، غادي يجي يديروا واحد العساس هنايا غادي يقوم على داك الشيء، فهمتي؟ غيكون حتى هو خدام ويكون واحد المدربين. هذه فكره زوينه ماشي سالبه، يعني حنايا خاصنا نأيدوا هذه المبادره هذه، ما نبقاوش حنا هذه المبادره ديما ندويو عليها لا راه خايبه، لا اي حاجه زوينه للساكنه راها زوينه. وملي حيدوا لينا حنايا النفايات من لهنايا وش نقول لك، كانت واحد الحاله هنايا وحق لا اله الا الله يا الاخ ديالي، لا شك كان هنايا واحد الحاله، راه الساكنه راه كانت كتشوف هذا الشيء هذا. وراه ملي تحيد هذا الشيء راه كما شفتوا الشباب بغاو هنايا ملعب. هاد الفكره هادي زويونه، وراه كما قالوا راه غادي يتفاهموا ان شاء الله مع سعاده القايد، وان شاء الله تنتمنى من سعاده القايد يلبي هاد الطلب هذا لهاد الشباب اللي باغي الملعب القرب يديروا كازو. وديك الساعه الا توصلوا للخير حتى انا راه غادي نكون فرحان، علاش؟ حتى انا من ضمن الساكنه ديالي. وشكر جزيل لجميع الساكنه والناس القيمين على هذا المجهود الجبار وهذه المبادره هذه، وتحيه لاي واحد وقف، وتحيه لاي واحد ساند، وتحيه لاي واحد بادر معنا في هذه المبادره هذه، وشكرا. كنشوفوا ان هذه الماساه المجتمعيه انها تحول لهذه اللوحه الفنيه. ايوا، وكنتمنوا من الله ان الناس يوعاو، لان الناس يوعاو باهميه هذا الموقف لهذا النهار، ما يبقاش داك التهميش، يبقى داك العقل المتخلف، بنادم في المكان يرمي الزبال فين ما، بلا ما يحتاج بنادم يديروا شي حساس هنايا بلا حتى شي حاجه. بكل بساطه بنادم يوعى بمسؤوليه كل شخص تجاه نفسه. والسلام عليكم، كنتمنى من الله تكون الرساله وصلت، وكنناشد الناس المسؤولين على انهم يهتموا شويه بالاحياء الشعبيه، راه فقط غير المجتهدين اللي كيجتهدوا، راه حتى شي مسؤول ما كيجي عندنا هنايا ولا يسولنا ولا يشوف شنو خاص للشباب ولا هاد الاطفال هادو اللي غيكبروا في هذا المجتمع ولا في هذا البيئة، راه والو غير اجتهادات الساكنه مشكورين عليه.